السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم بعنوان: كيف نعد التحقيق الصحفي بكافة الخطوات التي سنتعرف عليها من خلال هذه المحاضرة التي تأتي ضمن وساق الصحافة الاستقصائية لدى طلبة الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في جامعة الإسراء. إعداد التحقيق الصحفي، طبعا كثير من الأمور التي يريد تنفيذها الإنسان في حياته بتحتاج إلى ترتيب وتخطيط. بدون تخطيط وبدون ترتيب وبدون خطوات نمشي عليها مستحيل ننجح. كذلك هو التحقيق الصحفي يحتاج إلى تخطيط، قد يكون ذلك الأمر من السهولة التي لا تجعله يحتاج لخطة محكمة لإنجاحه. وبناء على هذه الحقيقة نسأل سؤالا هنا مفاده: هل يستطيع الصحفي بمجرد أن يريد كتابة تحقيق أن يمسك بالقلم ويسطر ما يريد على الورق؟ بالطبع وكل تأكيد لا. وهل لو فعل هذا يكون عمله مستمرا ويسير وفق المبادئ العلمية السليمة؟ نقول إن العمل في التحقيق الصحفي يتطلب رحلة شاقة وكاملة من الصحفي عبر خطوات عديدة حتى يصل إلى الوضع النهائي لموضوع. طبعا تعرفنا من خلال المحاضرات السابقة بأن التحقيق الصحفي له متطلبات وله شروط حتى يحمي المحقق الصحفي نفسه من المساءلة القانونية مثلا، ومن الوقوع في أي خطأ في من خلال مثلا اللي هو المصادر اللي بده يحصل فيها على المعلومات، لو كيف بشكل قانوني يحصل على هذه المعلومات، كيف لما بده يتهم حدا بده يتهمه من خلال الدليل القاطع ومن خلال الأوراق الثبوتية التي لا تعرضه هو ولا المؤسسة التي يعمل بها إلى الخطر. هنا بدنا نقدر نقول إنه التحقيق الصحفي لابد له من خطة تتكون من عدة مراحل وخطوات بالإمكان إجمالها طبعا على النحو التالي، خلونا نتعرف عليها. أول خطوة هو اختيار الفكرة. أولى مهام الصحفي عندما ينوي القيام بتحقيقه هي تحديد فكرته ومشكلته التي يريد علاجها والموضوع المراد طرقه والحديث عنه، وهذه خطوة تعتبر الأساس، بدونها لا يقوم العمل، وكذلك هي المادة المغذية له. يعني مثلا لو احنا بدنا نعمل مثلا تحقيق في وقتنا الحالي، ممكن نشوف اللي هو مرض كورونا إلى أين وصل في قطاع غزة ونعمل عليه تحقيق، وهنا تبدأ اللي هو يبدأ اختيار الفكرة. كذلك هي المادة المغذية له، من أجل ذلك يجب أن يبذل الصحفي جهدا كبيرا في تحديد الفكرة التي يجب أن تكون مناسبة للجماهير وحديثه وتعالج شيئا ما في المجتمع وواقعية في تنفيذها. لذلك فإن الحصول على فكرة تحقيق صحفي مبتكر هي أصعب جزء في عمل الصحفي في قسم التحقيقات، وقد تكون الفكرة جاهزة من قبل قسم التحقيقات، وهذا كثيرا ما يحدث في الصحف الكبرى. الخطوة الثانية وهي الاستعداد والتجهيز. بعد اختيار مشكلة وفكرة التحقيق على الصحفي عرضها على رئاسة القسم لأخذ الموافقة، وبعد ذلك عليه أن ينطلق ليبدأ مرحلة التحضير وجمع المعلومات عن الموضوع، حيث تعتبر هذه الخطوة هامة جدا وعلى ضوء ما يجمع ويحدد. لذلك الصحفي يجب أن يبذل جهدا كبيرا من أجل أن تكون فكرته واضحة ومناسبة للجماهير وحديثه وتعالج شيئا ما في المجتمع وواقعية في تنفيذها. لذلك فإن الحصول على فكرة تحقيق صحفي مبتكر هي أصعب جزء في عمل الصحفي طبعا في قسم التحقيقات. قد تكون الفكرة جاهزة من قبل في قسم التحقيقات، وهذا كثيرا ما يحدث طبعا في الصحف الكبرى. هذا بالنسبة لأول خطوة. الخطوة الثانية بتيجي مرحلة الاستعداد والتجهيز. فبعد اختيار مشكلة وفكرة التحقيق على الصحفي هنا عرضها على رئاسة القسم لأخذ الموافقة، وبعد ذلك عليه أن ينطلق ليبدأ مرحلة التحضير وبيجمع المعلومات عن الموضوع، حيث تعتبر هذه الخطوة هامة جدا وعلى ضوء ما يجمع ويحدد ويجهز الصحفي
سيسير، فإذا بدأ المسير وفق حقائق شاملة سينتهي به المطاف إلى نتيجة سليمة. فلا بد من تحديد مصادر الفكرة وجمهورها ومكانها من الصحيفة، ففي هذه الخطوة يحدد زمن التحقيق ومواعيد المقابلات ومصادر المعلومات واللجوء إلى الأرشيف والمكتبات. وباختصار يجب على الصحفي أن يجمع لنفسه عن فكرته ما يستطيع ويرتب كيف سيفعل به وماذا سيقول. الخطوة الثالثة هنا بدء العمل بعد أن يتأكد المحقق أن استعداداته للبدء في الموضوع مطمئنة. المعلومات اللي حصل عليها حول فكرته معلومات كافية. هنا عليه أن يباشر عمله حسب الترتيبات التي رتبت خطته عليها، فيجري المقابلات ويدون الملاحظات ويصور كل ما من شأنه تدعيم الموضوع، ويجمع من الأدلة المادية والأرقام البيانية ما يساعده على قول الحقيقة. وعليه زيارة المواقع التي لها علاقة بالمشكلة، وعليه بالتنقيب والتفتيش عن كل ما هو نادر، وبخاصة موضوع الإحصاءات والصور. لاحظوا إحنا هنا دائما بنركز على أشياء إحصاءات، صور، أدلة مادية، أرقام بيانية. لاحظوا هذه الشغلات هي اللي يعني أهم شيء في التحقيق، أو المعلومات أو المصادر اللي بدنا نحصل عليها. خرائط برضو كمان، يعني هنا يتعين في تميز الأعمال الإعلامية والمغامرة أساس في عملية تنفيذ التحقيق، فمن لا يغامر لا يحصل على مردودا ملفت. يعني لازم عنصر المغامرة يكون موجود عشان تحصل على الأدلة المادية والبراهم والأرقام والتسجيلات والإحصاءات والصور والخرائط. هذه كلها بتكون لي في مرحلة بدء العمل. الخطوة طبعا الرابعة، لاحظوا شوي شوي احنا بنتعمق في اللي هو صناعة التقرير. الآن بنيجي على مرحلة صياغة وكتابة التحقيق. من الطبيعي طبعا أن تكون المراحل السابقة لهذه الخطوة هي جسرا للوصول إليها. بعد الانتهاء من تحديد الفكرة وجهزناها، جمعنا كافة المعطيات حولها، لابد لنا هنا من جمع هذه المادة كلها حتى يبدأ الصحفي ومن على مكتبه بترتيبها ويقسمها إلى أفكار متقاربة من أجل كتابتها وصياغتها بأسلوب صحفي مثير وجذاب في صورتها النهائية. هنا عليه كتابة المقدمة والجسم والخاتمة واختيار العناوين بكافة أنواعها الرئيسية والفرعية والخاصة، طبعا بفقرات التحقيق والتعليق على الصور والرسومات، وإذا كان يوجد جداول عليها عليه طبعا أنه يرسمها. وعلى الصحفي أثناء كتابته مراعاة كافة التطورات التي حدثت وإبراز الجديد المهم. وعليه أن يعرف الهدف الذي من أجله كتب، يعني إيش الهدف من وراء ما كتبه. بدنا هنا قلنا الخطوة الرابعة اللي هو صياغة وكتابة التحقيق. طبعا هنا بيجمع كل شيء صيغه بأسلوب صحفي مثير وجذاب. لازم يكون أسلوبه جذاب ومثير. أول شيء بده يعرف هنا يكتب المقدمة، الجسم، والخاتمة. وداخل اللي هو الجسم طبعا بيكون في عناوين اللي هو العنوان الرئيسي للموضوع، والعناوين الفرعية اللي بتكون داخل الجسم، والعناوين الخاصة بفقرات طبعا التحقيق اللي بتكون في الجسم، والتعليق على الصور والرسومات. لما أحط أنا الصور والرسومات بدي أعلق تعليق مناسب عليها. وإذا كان يوجد جداول طبعا لازم أنا أرسمها. وعلى الصحفي هنا أنه أثناء كتابته مراعاة كافة التطورات التي حدثت وإبراز الجديد المهم. وأهم شيء طبعا عليه معرفة الهدف الذي من أجله كتب. الخطوة الخامسة هي المتابعة. طبعا المتابعة هي مهمة، خطوة مهمة عشان نشوف رجع الصدى والفيدباك. هذه مرحلة يعتقد الباحث أن أحدا من الدارسين لم يضعها ضمن الخطوات الموضحة للتحقيق، إنما جاءت ضمن سياق الحديث عن التحقيق، ونظرا لأنها خطوة مهمة جدا وبدونها من الممكن ألا ينشر التحقيق وتذهب كل الطاقة المبذولة أدراج الرياح، ويحرم الجمهور من معرفة الحقيقة وحلول المشكلة.
ويحرم المحقق من أخذ دوره الريادي في تفسير الواقع للأفضل. كل ذلك من الممكن حدوثه إذا غابت هذه المرحلة، لذا فإن الباحث وجد من الأهمية بمكان أن يفرد هذه الخطوة ضمن التحقيق، وهي الخطوة التي من خلالها يعمل المحقق على قطف ثمار جهده المتواصل بعد زمن قد يكون طويل أو قصير. فبعد الانتهاء من صياغة التحقيق ومراجعته بدقة وتصحيح الأخطاء، يتم تسليم التحقيق في صورته النهائية إلى رئيس القسم، ويستمر الصحفي في متابعة موعد النشر ومساحته، وأن يستمر في ذلك حتى يضمن نشره، كما أن بعد عملية النشر يرى الباحث هنا أنه من الأفضل أن يقوم الصحفي باستطلاع الآراء المحيطة به، سواء في الوسط الصحفي أو وسط القراء أو وسط المسؤولين، وذلك للوقوف على السلبيات والإيجابيات وتجنب الأولى وتعزيز الثانية في تحقيقات أخرى. وعليه أن يسأل عن فائدة تحقيقه، وهل أحدث تفسير ونجح في إثارة المشكلة أو أفلح في تزويد القراء بما يفيد. كل ذلك طبعا قد يحدث عبر المشافهة الودية والمعاملات اليومية البسيطة. كل هذه بين مين؟ بين الصحفي وبين من يستهدفهم الاستطلاع. طبعا هذا كله عشان لا يأخذ أو لا تؤخذ هذه النقطة جهدا كبيرا وأسلوبا معقد، رغم إيماننا بأهميتها وضرورة اتباعها. بهذا يكون ضمن أن موضوعه قراه كل الجمهور، وتعرف على ردود الفعل اتجاهه. وتأتي هذه الخطوة طبعا في سلم الأهمية، كل هذا بسبب مشاحنات قد تحدث بين الصحفي وبين رئيسه في القسم أو رئيس التحرير، تؤدي إلى إعاقة النشر أو الالتفاف على الموضوع. فتأتي المتابعة للعمل لتراقب عن كثب هذه القضية. هذه الخطوات الخمس تكون خطة التحقيق الصحفي، فمنذ ولادة فكرته حتى ينمو ويكبر ليصبح في عقول الناس وأذهانهم، وهي تتمثل طبعا سلسلة متحدة مرتبة لا يصح الاستغناء عن إحداها. فلا يفيد استعداء بلا فكرة، ولا ينفع البدء بالعمل دون استعداد وتجهيز. لذلك فإن العمل الصحفي في هذا الفن هو أمر ليس باليسير ولا الهين، فأمره صعب ويحتاج إلى صحفيين على درجة عالية من الكفاءة، كما أن الاستغراق في زمن هذه الخطوات يختلف حسب نوع الفكرة والموضوع، وحسب الحجم المراد طرح الفكرة فيه والمعلومات المتوفرة لدى الصحفي. الموضوع الثاني هو البناء الفني للتحقيق الصحفي. طبعا التحقيق الصحفي يتكون من أجزاء رئيسية، لا يستطيع الصحفي الاستغناء عن جزء منها، وإلا فقد جزءا مهما من الأشياء المؤثرة في موضوعه، وعاملا من عوامل الجذب والإثارة، وهي طرق وأساليب الصياغة والعناوين والمقدمات والخاتمات والصور والرسومات والخرائط. طبعا خلينا نتناول كل جزء بالتفصيل. طرق أساليب عرض التحقيق الصحفي. أول أسلوب هو العرض الموضوعي، طبعا هو أبسط الأساليب الفنية التي يمكن أن يتخذ منها صحفي التحقيقات أسلوبا لكتابة تحقيقه. من اسمه أسلوب عرض موضوعي، هو أكثرها سهولة بالنسبة للصحفيين الجدد، بتناسب مع أوقاتهم، لا يستغرق وقت طويلا في كتابته، هو الذي يسمح بتقديم مادة التحقيق عن طريق عرضها جميعها، وذلك العرض الجذاب والمشوق. هنا يقوم الصحفي فيه بطرح جميع القضايا المعنية بالمشكلة من آراء وحقائق ومواقف، سواء كانت مع أو ضد المشكلة، طرحا موضوعيا منطقيا. ولسرعته وسهولته وتركيزه على آراء أطراف القضية، نجده موجود بكثرة في الصحف اليومية لعدم توفر عنصر الوقت الكافي لديها، كما أننا نجده في الصحف التي لا ترغب التدخل وتريد لنفسها موقفا حياديا، فتكتفي بطرح آراء ومواقف الأشخاص ذات الصلة. قد تلعب عناصر الصراع بين الآراء دورا أساسيا في جذب الانتباه، على أنه ينبغي أن يستخلص الصحفي نتائجه من المعلومات والآراء التي عرضها، ولا يقحم رأيه الشخصي الخاص. لعل المقصود هنا برأيه الخاص ليس أن الصحفي لا رأي له في التحقيق، بل على العكس،
فإن رأيه مسموح له بالظهور، ولكن يجب أن يستند على ما يوجد في جعبته من براهين وأدلة، وأن يكون صادر على استنتاج وفق معلومات التحقيق، ولابد أن يتوفر لرأيه الموضوعية طبعا. وينقسم التحقيق المبني على هذا القالب إلى مقدمة وجسم وخاتمة. اثنين، أسلوب الوصف في هذا القالب طبعا من أكثر القوالب انتشارا، حيث يقوم الصحفي أو يقدم الصحفي موضوعه عن طريق الوصف المباشر، ويبرز الملامح الرئيسية للشخصية أو المكان الذي تجرى عليه أحداث التحقيق الصحفي. من الممكن أن يتصدى له كل صحفي في قسم التحقيقات بغض النظر عن خبرته، سواء بسيطة وجديدة أو قديمة وكافية. يركز على السؤال لماذا، وكذلك سؤال كيف، ثم ماذا بعد ذلك، ولأنه يقوم على الوصف التفصيلي للمجال المكاني والزماني لموضوع التحقيق، فإنه يصلح دائما للتحقيقات التي تغطي الرحلات، التحقيقات التي تغطي النشاطات الرياضية، الندوات، جلسات البرلمانات، أجواء الانتخابات، الاحتفالات، المهرجانات، المعارض، وكذلك وصف المدن والبلدان. ويستطيع هنا الصحفي الفلسطيني أن يستخدمه في وصف الحوادث التي تلم الشعب الفلسطيني، وكذلك المجازر التي يرتكبها الجيش الاحتلال، ولأنها تحتاج لعملية وصفية دقيقة مثل وصف تحقيقي عن بعض المجازر كالحرم الإبراهيمي وصبرا وشتيلا والأقصى، كذلك ساحات المعارك والمسيرات والمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. ومحتويات أجزاء التحقيق وفق هذا القالب تتكون من مقدمة وجسم وخاتمة. أما الأسلوب الثالث وهو أسلوب القصة، فيقوم هذا القالب على طريقة سرد الوقائع بأسلوب قصصي. له من المقومات القصصية ما يجعله شيقا وجذابا ومتسلسلا في أفكاره، وهو الفيصل بين التحقيق والخبر من حيث البناء الفني، لأن الخبر هنا يقوم على أولوية الحدث، فيبدأ بالأهم فالمهم فالأقل أهمية. هنا يعني طبعا بده يقوم الصحفي بالتحقيق المبني على هذا القالب بترتيب الحوادث ترتيبا زمنيا، يجعل الأمر فيه يتصارع إلى أن يصل إلى قمة تعقيد الحدث، ثم يبدأ بالتدرج فيعود بالهبوط إلى أن يصل إلى حل هذا التعقيد والتأزم. كما يوجد فرق بين هذا القالب وبين القصة الأدبية، على اعتبار أنه يقوم على الواقعية والموضوعية والحقيقة، عكس القصة الأدبية التي ينسجها الأديب من وحي الخيال. هذا النوع من القوالب الفنية يمكن أن يقدم أكبر قدر من الفائدة في كتابة تلك التحقيقات التي تتجه بالدرجة الأولى إلى المغامرة الإنسانية وإلى تحقيقات الموضوعات الإنسانية العامة، وتبدأ القصة هنا لتستحوذ على مقدمة التحقيق، وينتقل إلى جسم التحقيق انتقالا جذابا يربط به القارئ للتعرف على بقية الأحداث، فتتصارع فيه الأحداث كي يصل الأمر إلى قمة في العقدة والأزمة، ثم تنتهي القصة ويكون مكانتها الخاتمة. أسلوب الاعتراف وهو النوع الرابع، وقالب الاعتراف يقدم صورا نابضة بالحياة وزاخرة بالمعاني، يرسمها الصحفي بغزارة المعلومات التي يدلي بها المصدر، أدبيا كان أو أديبا كان أو زعيما أو فنانا أو بطلا رياضيا. يعتمد طبعا هذا النوع من التحقيقات على الأمانة والصدق في نقل العبارات، وكذلك على التصوير النفسي والتحليل السيكولوجي. من هنا نرى أن هذا النوع مبني على غياب شخصية الصحفي، رغم أن دوره معروف ضمنيا في تحويل لغة المعترف والمتحدث إلى لغة الصحافة، وكذلك دوره بائن في توزيع الفني لعناصر الموضوع وتحديد العناوين وترتيب الأفكار حسب الأهمية. وفي واقع الأمر، إن المجتمع الفلسطيني ممتلئ بالموضوعات التي تحتاج إلى هذا القالب، سواء من اعترافات رجالات الثورة على اختلاف أفكارهم ومواقعهم، أو اعترافات العملاء المدنيين أو المندسين العملاء المندسين من الطابور الخامس أو مرتكبي الجرائم واللصوص، أو تحقيق حول رواية وشهادة أحد أبطال المقاومة، وذكريات الأبعاد والسجن والمطاردة والحصار.
أسلوب الحديث طبعا النوع الخامس يسمى أيضا تحقيق الشخصية، من اسمه يعني من خلال اسمه نفهم محتواه، فهو يقوم على إزاحة الستار عن الشخصية أو الشخصيات الأكثر أهمية تجاه موضوعه. يتم استخدامه عندما تريد الصحافة معالجة موضوع ثم نشره في الصحف، فيلجأ رئيس التحرير لاستخدامه لمعالجة الموضوع من زاوية شخصية، ويسمح هذا القالب للصحفي بتقديم صورة صحفية لشخصيات من الشخصيات الهامة أو المثيرة أو المنسية، وكذلك صورة لأهم المحيطين بها ومجال نشاطها، بحيث يرضى الصحفي تماما أو يرضي الصحفي تماما فضول القراء الذين يهتمون بمثل هذه الشخصيات. يعتبر طبعا من القوالب المنتشرة وأكثر شمولية وعمومية من الحديث الصحفي، حيث بمقدوره هو الجمع بين أنواع الحديث الصحفي في تحقيق واحد. طبعا لا يهتم بشخصية واحدة مثل الحديث، ويأخذ عدة حوارات مع عدة شخصيات في التحقيق نفسه، ويركز على الحالة الشخصية من جميع طبعا النواحي الخاصة، ولا يعتمد على رأيه مثل الحديث الصحفي. وإن هذه الأساليب طبعا ليست جامدة، بل الفرصة مفتوحة أمام من يريد الابتكار، ولكن كل ذلك يعود إلى موهبة الصحفي وسلامة ذوقه الأدبي وقوة ملاحظاته بخصوص عوامل الجذب والتشويق لقرائه. إلى هنا طبعا تنتهي اللي هو محاضرة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة القادمة سنتعرف على عناصر التحقيق الصحفي.